السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحه مزيانه؟ مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم فيديو جديد وفكره جديده. اول حاجه نشارك معكم جوج المشاريع اللي في ميدان الخياطه كيف ما شفتوا في العنوان. حاجه اخرى نشارك معكم افكار كيفاش تقدروا تسوقوا لهم وحتى منين تقدروا تعدلوهم اولا منين تقدروا تطلبوهم. كيف كتعرفوا كاملين بكم كتفتشوا على هاد الحمالة ديال الطرز اللي كتهز لنا الطرز ولا تنبت اولا شي حاجة كترز بواحد الطريقة مريحة. هيدا نتينا واقفة ونتينا كترز، زائد عليها انك كتجي مزيونة، يعني كتحس براسك باللي نتينا كترز ونتينا متولة وداكشي مزيون ياك. عندك هادي، حيتاش انا هاد النوع هذا فوقاش ما صورت شي فيديو كنطرز به كلشي كيدخل لعندي وكيقول لي مين كتشريها. بالنسبة لهذه، هذه كاينة في امازون، كنت طلبتها من عنده، ماشي طلبتها، واحد السيدة كانت جابتها لي باعتها لي، زيد عليها كاينة حتى في شيئين، الثمن ديالها على ما اظن داك 180 درهم، 150 حتى 250، المهم هي داك كتوصل. كاينين هنايا موالين جوهر اللي كيشريوهم وكيعاودوا فيهم البيع، كتباع ب 300 درهم 35 وعاد قليله ما كايناش. وكاينه هاد الحماله هادي اللي هي حتى هي مزيونه ومصنوعه باليد والفكره ديالها خطيره، وهادي عمليه مليون في المية على هادي. انا نشرح لكم كلشي بالتفاصيل. بالنسبه لهادي كيف قلت لكم، هادي شوفوا كتفتح من هنايا ياك، كتفتح من هنا باش كيزول الكركف ياك، وكتبقى تعمل الكركف هنايا المهم وكتشده على هذا الشكل. حتى اذا بغيتي تطوله ها هي عندها هاد العكيكز هذا اللي باش كطوله، ولا اذا بغيتي تفسخها مثلا تخبعها ولا شي حاجه. المهم مزيونه، حيتاش كانت كاينه واحد الموديل اخر لكن ماشي مزيون، داك النوع اللي الكركف لاصق فيه يعني كيتهرس. بالنسبه لهذه ممكن انكم تطلبوها من شيئين وتعاودوا فيها البيع، مثلا طلب مثلا شي 6 ولا 7 وتعاود فيهم البيع يكونوا عندك ضروري، وداك الساعه نتينا شنو كتعمل. المهم من بعد نشرح لكم كيفاش التسويق ديالو. دابا تنشارك معكم اخرى بالنسبه لهذه، انا قلت لكم يعني كطلبوها داك الواحد اللي ما كيخصوش يضرب تماره بالمره، كطلبها وكتنوض وكتخدمه، وتقدر تديها عند النجار تطلب غير وحده حقرقل، وتقدر تطلبوها عند النجار. سمحوا لي نجيبو. قلت لكم تقدروها تديوها عند النجار بحال هكدا، شي نجار يكون عنده العقل ماشي شي نجار يكون مخه محدود، حيتاش كاينين مثلا شي واحد هو نجار لكن المخ ديالو كيكون محدود ما كيكونش عنده العقل، بحال كاين مول الطارزه ولا اي واحد في الدنيا كاين اللي كيكون عنده داك العقل كيقدر يخمم، وكاين لا كيكون مخه محدود يعني ما يقدرش يقول لك لا والو ما نقدرش نعملها. لكن كاين اللي تبارك الله عليهم عندهم المخ كيقدر انه يصنع لك بحاله اولا تقريبا بحاله. اهم حاجه هو يعمل لك بان هذه كتزير وكتفسخ، هي هذه النقطه الاولى. بالنسبه لهذه كيف لاحظتوا هذه معدله عند النجار، واحد الذكيه عندي في الانستغرام هي اللي عملاتها وكانت صيفطه تالي وصورت لها بها، عملت لها بها اشهار باش يشروها من عند الناس، حيت شافت باللي مين زعما كي كنطرز بهذه الحماله هذه كيدخلوا عندي الناس وكيقولوا لي مين شريتيها، لكن كتجيهم بزاف مع التوصيل وانتم عارفين. لكن بهذه جات بهذه شبرات هي عملات هذه ياك. هذه شنو كتعمل؟ كتقدر تنزلها وتخدم بها مرتاحه، كتفسخ هادو هيدا كتفسخهم بجوج ياك، وكتدخل قرقاف هيدا بهذه الطريقه، وانتينا كتخدم باريحيه. شفتوا كتخدم وانتينا مرتاحه مليون في الميه. شوفوا الناس اللي بغاو يشريوها من عندها هي تخدمها لهم مثلا جمله، دخلوا عندي ونعطيكم النمره ديالها، والناس اللي باغا هي تشاهد غتقدر تعدلها عند اي نجار. كتشوفوا
شوفوا كيفاش معدله. شوفوا هنا غير اللوحات، كاينه هاد اللوحه هادي ياك ارضيه، كاينه هاد اللوحه هادي ولوحه هنايا، لوحه وحده هنايا جوج، هنايا وحده هنايا جوج، هنا وحده وهنايا جوج. وعاد اللي عجبني فيها بزاف هو ان تقدر تشبر لكم حتى التليفون. شوفوا شفتوا كتقدر تخدم بها مرتاحه كيف ما بغيتي نتينا وكيف ما خصك نتينا كتخدم بها. بالنسبه لهذه الفكره هذه واعره، فكره مميزه وعجبتني هذه اكثر من هذه اللي مشريه، يعني هذه اللي مصنوعه باليد عجبتني بزاف حيتاش عمليه، حيتاش عمليه وزيد عليها بحال اللي قلت لكم رخيصه، يعني ما كتقمش غاليه، وعلى ما اظن كتبيعهم بشي 300 درهم اولا 350، يعني حتى الثمن ديالها مزيون لكن فيه الربح ياك. واللي بغيت نقول لكم هو ان منين تعمل شي حاجه بحال هذه، شي خديمه بحال هذه، ما فيها باس تعمل انتينا مثلا تعمل صفحه في الانستغرام وتبقى تصور دائما. انا نشرح لك بحاليش ماشي بالضروره تبان اذا ما كنتيش تبان، لكن واخا يبانو غير اليدين ديالك. دابا مثلا شوفوا هذه مثلا كتعمل غير هيدا ياك، كتعمل القرقف بحال هيدا مثلا، كتكون عندك شي بياسه انتينا خدامه وكتدخلها هنايا ياك، مي كتدخلها وكتجبد وكتبدا طرز اولا تخدم اولا تصورها بهذه الطريقه مثلا ياك، كتصورها بهذه الطريقه وانتينا كطرز تليفون كتنزلو لهاد الجهه كيصور لك هاد الجهه، كيهز الحماله كامله ديال هذا ديال الكركاف وكتخدم اريحيه. والناس ملي كيشوفوا الفيديوهات بحال هكدا، يعني شي منتوج كيكون عندك وبغيتي تسوقو خصك ضروري تصورو، خصك تصورو وتسوق له بهذه الطريقه، حيتاش ما كاينش انتينا منزله اللوحه هيدا منزله وتصويره وكتستنى اللي غيدخل عندك، لا خصك تشهيهم فيها. حيتاش انا نقول لكم واحد الحاجه، شوفوا اي واحد كيشري من عندك خصك تحسسو باللي هو اللي محتاج هادي، ماشي نتينا اللي محتاجه الفلوس، ماشي نتينا اللي باغا تبيع، لا نتينا عندك واحد المنتوج اللي الصراحه ساوي واعر والناس هما اللي محتاجين له، يعني بحال اللي كتبين للناس بلي شوفوا انا كنخدم مرتاحه هو عجباني، ممكن انك تعمل شي تعليق صوتي عليها وتقول لهم بانها مزيانه ومريحه وتبقى توري له مثلا كيفاش كتزيره وكيفاش كتعملها وبانها مزيانه وبزاف الحاجات من هذه الناحيه. وبهذه الطريقه كون اكيده ان المنتوج ديالك غيتسوق لك وغيتباع لك. وبقى تنزل ريل في الانستغرام بزاف، بقى تنزل نزل كل مره كيفاش غتعمل، مره نزلها هيدا مره عمل فيها مثلا نقول لك واحد الحاجه مثلا شي طرزه كتخدمها ما فيها باس تشري شويش ضد جوهر وترشم شرشيمه وانتينا كتخدمها، حيتاش اغلبيه اللي غيعمل هادو تكون عندهم السرعه ياك، وانتينا كتخدمها بهذه الطريقه هذه كتسوق للمنتوج ديالك وانتينا كتبيعو كتدخل الفلوس بلا ما تضرب واحد التمره اللي هي كبيره. هذه فكره كيعملوها الناس، خصك يكون عندك عقلك كتفكر فيه. راه انا نقول لكم واحد الحاجه بلاتي نهضر معكم دابا بصراحه، بلاتي قبل ما ندخلوا في التسويق غنشارك معكم الهبره الشرقيه. كيف لاحظتوا هنايا انا جبت غير واحد الراس معايا للدار وصافي باش نشاركوا معكم حيتش انا عندي في المحل. بالنسبه لهاد الهبره هذه الشرقيه شحال كتعمل؟ هذه في شيئين كتعمل 15 درهم حتى 12 درهم 20 درهم، المهم في هاد الحدود. هنايا شحال كتبع؟ كتبع ب 100 درهم، كاين اللي عامل 70 درهم، كاين اللي 75 درهم ياك. بالنسبه للابره الشرقيه دابا حاليا مطلوبه، اذا ما فيها بس تشري الابره الشرقيه، تشري واحد 10 20 ما غاتجيكش حتى 300 درهم، كطلبوا من شيئين بحال هذا الشكل هذا وكتجي ونتينا عندك هذه الحماله هذه كتجي وكتبقى، وفي نفس الوقت كتسوق حتى الابره ديالك اللي هي هاد الابره الشرقيه. نتينا تقدر تبيعها مثلا بواحد الثمن مثلا اللي هو 50 درهم ناقصه شويش، شوفوا هاد القطعه عامله لي الروين هنايا، تبيعها بواحد الثمن اللي هو ناقصه شويش وبطبيعه الحال كتسوق لها
بهذه الطريقه كتقدر تبيع عليا برا الشرقيه اللي مشى من واحد كيبقى يفتش عليه وما كيجبرش وكتباع بواحد الثمن زايد. ودابا مواقع التواصل راه وصلوا كل شيء شحال هادي كان يعني ما يمكنش انك تعمل هيدا تسوق شي حاجه. دابا لا دابا خصك غير برودوي والعقل والتفكير وانتينا خدامه شفتوا. وبحال اللي قلت لكم كتشبروا لي برا الشرقيه كتبدا تطرز بيها، راه ماشي انتينا كتبيع لي برا الشرقيه كتبقى تنزل حافيه، لا خصك تشهي الناس باش يشريو لي برا الشرقيه. خصك تبقى تطرز بهذه الطريقه وهيدا غتشهي اي واحد انه يشري لي برا الشرقيه، وهيدا المنتوج ديالك كيبقى كيرجع يبيع يتباع عفوا. سمعوا نقول لكم واحد الحاجه اللي هي مهمه، شفتوا بالنسبه للتسويق مي كتبغي تسوق مثلا شي حاجه اولا قبل ما تسوق شي حاجه، دابا نتينا كانسانه انا متاكده مليون في المية اذا فتحتي عينك على الفرص وعرفتي انك كيفاش تشبر فرصه وانك تطبقها على ارض الواقع وتخدم بها راه غتجبر بزاف ديال الفرص حدك. يعني نتينا دابا حاليا الوضع اللي نتينا فيه راه نتينا السبب ديالو، علاش؟ حيتاش عينك ما كيتفتحوش ما كتشوفش وتفكر وتخدم العقل ديالك. مثلا اغلبيه الوقت كنضيعوا في الهضره ولا في الشكاوي اولا في شي حاجه. انا نقول لكم علاش، دابا تخيلوا اي واحد الحاجه مؤخرا باش كنت غنشري انا الطوموبيل كنت قلت خصني داسيا، ياك تخيلوا باللون بكلشي فيما مشيت كنشوف داسيا، فيما مشيت كنشوفها كنقول كيفاش انا ما كنتش كنشوف شحال هادي، علاش؟ حيت ما كنتش مهتمه بها، فهمتوا الفكره؟ لكن نهار اللي اهتميت بانني خصني نشري طوموبيل داسيا فيما مشيت كنشوفها. عاود الايفون منين شريته قبل ما نشريه ما كنتش كنشوف الايفون بالمره، مره ما كنشوفوش، من شريته فيما مشيت كنجبر اي واحد عنده كاملين الناس عندهم وانا ما كنتش كنشوفو. علاش؟ حيتاش ما كانش في بالي انني خصني نشري الايفون. هي هذه يعني اي مشروع دابا مثلا بحال هذا المشروع هذا راني متاكده بانك تقدر تكون شفتيه وعمره ما طاحت في بالك باللي خصك تعملو. علاش؟ حيتاش صافي نتينا كتعيش في الماضي وكتعيش في حقه ما عملت شي ما فعلت شي، لا نسى عليا داكشي. دابا نتينا اهم نقطه اللي عندك في الحياه ديالك خصك تفكر كيفاش غنقدر ندخل فلوس. اذا اي فرصه جاتك خصك تطبقها. بالنسبه لهذه كان بامكاني انا نطبقها ونبيع منها، حيتاش بحكم انني عندي ناس بزاف عندهم خياطه وكنعرف الطريقه كيفاش نسوق وهذا كان بامكاني نعملها ونبيع منها. لكن انا ما نقدرش نعمل اكثر من حاجه حيتاش بحال اللي قلت لكم المره اللي فاتت خصني نعطي شتيتو الحق الوليدات المول الدار الدار ديالي نعيش شويش الحياه انا، يعني ماشي نبقى عمل هذه وعمل هذه عمل هذه عمل بزاف ديال الحاجات، لا صافي ركز في واحد الحاجه ومن بعد عاد ديك الساعه نقدر نركز في شي حاجه اخرى. مادام انا ما غنعمل شي هذه قلت نقترح عليكم كاينه اللي غتقدر تعملها، كاينه اللي كتفرج فيا رجل نجار اولا شي حاجه وبيشنو كيقول. شوف انا عندي هذه المقوله في بالي دائما، هو عاون الناس وربي يجيب لك شكون اللي غيعاونك وصافي. هادشي اللي كاين شاركت معكم اليوم هذه الفكره، هذه راه هي سهله كتشوفوها انا شاركتها معكم التفاصيل ديالها كيفاش عامله. شفتوا هي شفتوا سهله سهله. شوفوا لي هذه عاود ثاني حتى هي سهله، شفتوا تقدروا تعملوها كمشروع بسهوله. وهنايا غنكون ساليت معكم هذا الفيديو ديال اليوم، كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه وعلى التعليق ديالكم اللي اكثر من رائعه. اجي 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 سلم عليهم اجي لونا.